بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. نجدد معكم هذه التحية في هذا المساء الجميل والمميز الذي يحمل لنا شعارات خاصة لأصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه، لتعلن هذه الانطلاقة الجديدة وانطلاقة شوطنا السادس الخاص للإبكار المهجنات الأصايل لسن اللقاية، والخمسة كيلومترات هي المسافة التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق هذا الشوط من هنا متواصلين في عاصمة ميادين سباقات الهجن وعبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، الناقلة لكل ما يدور من تحديات وانطلاق. مقدمة الشوط الشاهينية، الشاهنية هي من تتقدم وتقود هذه المجموعة مع المركز الأول لسمو الشيخ حمداب بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في التضمير والانطلاق، بينما القدوم هنالك من هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي أيضا مقدما لهذا الشعار ومر راقبا لهملولة. الانطلاق إلى المركز الثالث القادمة والمتقدمة في هذه اللحظات برلين هي القادمة، وهي من تخوض هذه المعركة المنطلقة والمتقدمة لهجن الرئاسة، يقودها في التضمير راشد بن بخيت بن مقارح المري. يتقدم المطوع وهو من قدم لنا أول النواميس عندما قدم لنا مودة وكانت صاحبة الناموس الأول وفي الشوط الأول وبدون أي أوامر تذكر. المركز الرابع يأتي دور الشاهنية القادمة مع المركز الرابع، ويأتي دور أيضا هجن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي قدم أيضا الشاهنية، وهو من قدم أحد الشواهين في هذا المساء، وما زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام شاهين قاطعا مسافة الخمسة كيلومترات بسبع دقائق وأربعة وثلاثين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، ليعود هذا المستحيل ويستمر أيضا بالإنجازات والتواقيت الزمنية. المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات يأتي دور أيضا القادمة هنا في هذه اللحظات والمتقدمة من شعار هجن الرئاسة مع الحذرة والمضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في التضمير والانطلاق. يأتي دور البارع ببراعة البارع وتقديم الحذرة. المركز الآخر أيضا يأتي دور الظبي، الظبي القادمة من هجن الرئاسة، ليأتي دور المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مقدما لها في هذه اللحظات ومنطلق مع الظبي، بينما هملولة أيضا وصلت لهجن الرئاسة، ويقدم هملولة علي بن جميل الوهيبي القادم بسعيد في هذه اللحظات، ومثيرة أيضا تتقدم لهجن الرئاسة والمضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. إذن متابعين الكرام في كل مكان، هكذا هي الأمور التي سارت وانطلقت، ونعود إلى مقدمة الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصراع المستمر وإلى شعار هجن الرئاسة مع مقدمة الشوط، حيث يسيطر هذا الشعار مع المركز الأول ومع المركز الثاني ومع ثالث المراكز ومع الشعارات القادمة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط
وإلى برلين. يا سلام يا سلام يا برلين المنطلقة والمتقدمة العاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. تتقدم برلين ومنطلقة مع المركز الأول وتتواجد وهي تسيطر مع مقدمة الشوط. الله الله يا برلين تجعل هذا الناموس لها موطن لها موطن وهي عاصمة من إحدى العواصم الجميلة برلين، حيث يتواجد أيضا زميلنا هنالك بن طويرش الذي نتمنى له العودة بالسلامة بإذن الله تعالى لوالدته. هكذا متابعين الكرام، ولكن المستحيل 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 ما عنده إلا النواميس ما عنده إلا النواميس. روح مع المركز الأول، سمع برلين وراح إلى الناموس إلى الناموس. يا سلام يا سلام يا أبو ذياب، يا سلام. قدم الشاهنية وانطلق، وهملولة تأتي أيضا مع المركز الثاني في هذه اللحظات أيضا لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي. ولكن مقدمة الشوط ولكن مقدمة الشوط مع الشاهنية الشاهنية مع الصدارة مع الناموس مع الحمر الخطر مع المركز الأول ومع المركز الثاني والثالث والرابع والخامس بقدوم بن جميل وبقدوم أيضا عيسى وقدوم مبارك وأيضا بن مقارح. ولكن هنا المستحيل، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. مشكور يا أبو ذياب على هذا الأداء الجميل وتقديم هذه البطلة من أبطال هجن الرئاسة التي انتزعت الناموس المركز الثاني. وصلت في هملولة مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، وثالثا اللي وصلت مع المركز الثالث هنالك برلين لهجن الرئاسة، ورابعا الحذرة لهجن الرئاسة، وخامس المراكز أيضا لهجن الرئاسة مع المركز الخامس. إذن متابعين الكرام في كل مكان، تهانينا لهجن الرئاسة وكافة أخواني المضمرين على هذا الفوز. هنا 7:37 و4:04 التوقيت الشاهنية لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، وثاني المراكز وصلت في هملولة أيضا لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الويبي 7:41 بدون أجزاء من الثانية، وثالثا اللي وصلت مع المركز الثالث وصلت فيها برلين مع ثالث المراكز و7 دقائق التوقيت الزمني يا مخرجنا اللي وصلت في المركز الثالث. نبي توقيت برلين، توقيتها في الشوط وليس توقيتها في الساعة، 7:41 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لابن مقارح، تهانينا للجميع والناموس.